هنا أضع علامة في أمام عناصر الحكاية، المكان واش الحقل ولا الغابة ولا غصن ولا قرية. هنا المكان هو الغابة. هنا الطيور واش كاينه اليمامة ولا الغراب ولا الهدهد ولا البلبل. هنا كاين اليمامة وكاين الغراب وكاين الهدهد. العندليب حتى هو كاين، عصفورة لا، سنون نعم، البومة لا. المشكل حضور العندليب متأخرا، كسر ساق اليمامة. المشكل هو كسر ساق اليمامة. الحل اجتماع الطيور عاجلا، بناء عش لليمامة. الحل اللي اتفقوا عليه واش اجتمعوا عاجلا بالزربة ولا فكروا في بناء عش لليمامة ومساعدتها. نعم الحل هو بناء عش لليمامة ومساعدتها. كانت اليمامة تتنقل بين أشجار الغابة بحثا عن أغصان صغيرة ترمم بها عشها الذي عبثت به الريح. فتعرضت خلال رحلتها بين الأشجار لكسر في إحدى رجليها ولم تعد قادرة على الطيران. رأتها القبرة واقفة على ساق واحدة فوق غصن تتألم، فسألتها: ما بك؟ ما لي أراك تتألمين؟ ردت اليمامة: لقد كسرت ساقي وأنا الآن لا أستطيع ترميم عشي الذي عبثت به الريح. أدركت القبرة معاناة اليمامة وعجزها، فأخبرت جميع الطيور وحثتها أن تجتمع عاجلا لتفكر في كيفية تساعد بها في كيفية تساعد بها اليمامة المصابة. قال اللقلاق: إن حالة اليمامة لا تحتاج إلى تفكير بل إلى العمل الفوري. أيده البلبل قائلا: نعم الرأي، رأيك أيها اللقلاق، وإني أحب أن أكون أول المبادرين. لا زال عشي قويا وسأقدم ما جمعته اليوم من أغصان لترميم عشي اليمامة. واقترح الهدهد أن يتكلف ببناء العش، فشرع في تثبيت الأغصان الصغيرة وتغليفها بالقش، وطلب من بقية الطيور أن تمده بما يحتاج إليه ليتمم ترميم العش. فحلقت الطيور فوق الغابة وعادت تحمل في مناقرها ما طلبه الهدهد من أغصان وقش. حضر العندليب متأخرا، ولما رأى الطيور قد انتهت من بناء العش قال: أما أنا فسأتكلف بتزويد اليمامة بالطعام يوميا. وتدخل السنون فقال: إما أنا ننقل أعشاشنا قرب اليمامة قرب عش اليمامة، أو ننقل عشها قرب أعشاشنا. فردت الطيور مجتمعة: نحن من سنبني أعشاشنا هنا، فنبقى قريبين منها نسليها ونتابع حالتها الصحية إلى أن تشفى وتعود إلى نشاطها. فرحت اليمامة بما قدمه لها أصدقاؤها وشكرتهم على مساعدتهم وتعاونهم. وبعد أيام ملأ هديل اليمامة فضاء الغابة إيدانا بشفائها، وعمت الفرحة قلوب الطيور المتعاونة. عش اليمامة. هنا ألاحظ المشهدين وأستمع للحكاية. هنا نرى اليمامة تحمل رجلها مقابل عصفور تتحدث مع عصفور آخر. وهنا في هذا المشهد
مجموعة من العصافير، اللقلاق والقبرة والهدهد، وهناك طيور أخرى. هنا التمارين. أولا أضع علامة في أمام عناصر الحكاية. بعد ما نقرأ الحكاية غادي نجاوبوا على هذه العناصر كاملة. لنستمع إلى الحكاية.